انا عاوز اسالك يا استاذ نصر، وبرضه هسال الاستاذ جوده في نفس الموضوع. الحكم السنغالي ناداي النهارده كان احد اسوأ العوامل اللي موجوده في المباراه. بالزبط. شفت اداؤه ده ازاي؟ وخصوصا انه كنت بكلم الكابتن عامر حسين في بدايه الحلقه، هو بيتكلم على انه بيعمل تحجيم للعيبه المصريه وبيقعد بقى ايه ينقرز لك كده على ال 18 فاولات. هو قال كده، قال لك كنا بنلعب زي سلاح الشيش، يعني اللمسه بفاول. كان تعليقك ايه وانت شايف الاداء الغريب بتاع نضاي والسنغالي؟ خلي بالك والله نضاي السنغالي تعليل اول على اختيار، على يعني اختيار دي يعني المفترض كلنا نتكلم فيه، يعني العقل والمنطق يقول كده، ان انت الفرق اللي خلاص ترشحت او خلاص الفرق اللي متواجده في دور الاربعه او في دور الثمانيه، يعني اعتقد من غير المقبول ان على الاقل لو انت مباراه هتعمل ده كنت تنزل امين عمر النهارده من السنغال وغني. بالظبط، ده يعني نفس المنطق، ده اللي ليه ما يعني. جبتش محمود البنا؟ هو بالمناسبه كانوا هم الفار، نعم قصدي ليه ما يبقوش هم اللي موجودين في الملعب؟ بالظبط، هو كان المفترض ان عشان الفير بلاي يعني يتم استبعاد الحكام صحيح. اللي تصعد فرقهم او فرق دولهم. يعني انا عندي تعقيب برضو، ملاحظه في منتهى الاهميه، الوقت الضايع، كره ضربه الجزاء بالثانيه اللعب توقف 4 دقائق و22 ثانيه، الفاول اللي هو النني اعترض عليه اللي شاطه حكيم نفس الامر توقف 2 دقيقة و42 ثانية، فانا بتكلم في تقريبا 7 دقائق في كورتين فقط. في النهايه انت ما احتسبتش حتى وقت الكورتين دول بس، في حين ان انت عندك ركله الجزاء وبعد تسجيلها والاحتفال والاصابات والتغيير وغيره. انا فين غرفه الفار؟ الامور دي في نواحي فنيه بتخضع لوجهه نظر الحكم او رؤيته او تقديره، ولكن الوقت الضايع انت بتقدر على ايه؟ انت مفترض دي حق ثابت، ودي مطالب الاتحاد الدولي باعاده النظر ليها. يعني انت سيب ده رقميا، خلاص انت كل حاجه تطورت، يعني سيب ده رقميا تحدده غرفه الفار، ومش مش يعني مش هيعجز على تحديده. يعني الحكم يمكن هو حكم لنا قبل كده مباراتين، رواندا والنيجر، منتخب تفوق فيهم، حكم للنادي الاهلي مباراتين منهم، مباراه سان داونز، للزمالك مباراتين. على المستوى الدولي هو خبرته مش كبيره، عنده 42 مباراه دوليه، يعني اشهر 124 انذار وتسع بطاقات حمراء، احتسب 12 ركله جزاء. ده ان خدنا ياخدنا على اهتزاز شخصيته. خلينا نقول فقط ان هو حكم سيء، حكم متواضع. حته التوجيه، لا هو كان قاصد تعطيل اللعب زي ما حضرتك قلت في البدايه، كان قاصد او متعمد عرقله اللاعبين. اقل لمسه المنتخب المغربي كان بيتم احتسابها، في المقابل فرص بالجمله يعني لمنتخبنا الوطني، سواء فاولات او تعطيل للعب من جانب المنتخب المغربي. يعني احنا نحمد ربنا ان احنا وصلنا لده صحيح. في ظل تواجد حكم زي ده. بس انا كان يهمني اعتراض الاتحاد المصري بشكل رسمي على تواجد الحكم ده، خلاص مش اكيد مش هنرجع، احنا كلنا فاهمين الامور دي، ولكن هو جرس انذار بس عشان رشيد كاميرون بقى، جرس انذار للكاميرون. كان لازم يتم وضع آلية ومعايير عادلة في منتخب الكاميرون، سواء في موضوع التحكيم أو موضوع المساحات. أكيد من النواحي الإيجابية لمنتخبنا، ربنا يحفظهم أكيد جميعا، إن ما كانش عندنا غياب بسبب كورونا، ده يحسب ليهم بشكل إيجابي التباعد والحفاظ على الجانب الطبي، ولكن برضو محتاجين من دلوقتي يبقى في تدخل، يبقى في تواصل بشكل قاطع وبشكل مباشر مع مسؤولي المساحات، مع مسؤولي اللجنة المنظمة لنسخة هي الأسوأ على الإطلاق لأمم أفريقيا الكاميرون 2022، نسخة مصر نظمت البطولة بعد أخدتها قبلها ب 88 يوم، ما كملتش 3 شهور ووصلنا للشكل ده. بطولة شفنا فيها عجب العجاب، حكام بتلغي مباريات قبل وقتها الأصلي ما بيحصل. صحيح. أخطاء كارثية. صعب المقارنة برضو يا نصر، مصر في منطقة تانية مختلف كويس. أنا ولسه الكاميرون تشعر اللي راحوا، يعني من زملائنا اللي راحوا
16 وقال لك في التمرينات بالظبط، لسه قال لك قاعد في التمرينات لسه، ما العصر الجديد ما وصلش بشكل كامل. ده لسه تقييم طعم الكاميرون، بس يعني دي ظروفهم اكيد كل الاحترام ليهم، ولكن انا في النهايه دي مش موضوعي ولا مشكلتي. انا كفرقه رايحه تشارك، مفترض ان البلد لو غير مؤهل ومش جاهز لاستضافه البطوله لا ما استضافهاش، زي ما قبل كده اعتذروا واحنا تحملنا المسؤوليه. يعني مش شرط ان انا، هي مش جمعيه، يعني انا لو مش جاهز وما عنديش معايير صارمه وقاطعه ان انا المستوى الفنادق في منتهى في منتهى السوء، يعني الملاعب التنظيم سيء جدا، انتقالات اللاعبين، كل حاجه في البطوله. النقطه الايجابيه الوحيده هو ظهور منتخبنا بالشكل الرائع ده، مش عايزين حاجه خارج النواحي الفنيه تعرقل مسيره المنتخب. صحيح. ده هيكون دور الدرندالي، هو موجود هناك، ده اكيد هيكون دور مهندس هاني ابو ريده على تدخله. احنا عايزين بس الامور تمشي بمعايير عادله زي ما قلنا، لو في حد عنده لا قدر الله اي حاجه اكيد صحته اهم، ولكن ما يبقاش في اي عوامل خارجيه. صحيح.